ثانيا حكم الخلع، الى حكم الاباحه الى حكم التحريم. الاباحه يجوز يعني في حالتين، الحاله زورث حاله سوء العشره، الحاله في السنف حاله الكره الشديد الشديد الدائم الدائم. سوء العشره يجي شو المعنى؟ ما الا ارقص من طوثاقي ذي القرة طروا قرة بارجو القرة الصح القرة ذي البزال القرة ذي القرة دحيس دايما القرة ثقي مرة في زمان نورمال صلاة مرة مرة في مشاوة نورمال فراي فاوال في الدرية الكار مما توجو 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 نتساء يقوال يفرو ذاكي يجوز نتساء أتظلف أذريد الخلع. الحالة في السناف حالة الكرهة الشديد الدائم ستادير توجور، ما إلا مرة في السنة ساري ساري فانو ثم مرة تسكرها ماريس ثم مرة تسكرها الكازيس ساري لانت الحالات انت سبات انت خاصة في أوقات معينة نورمال، ولكن ما توجور 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 لنا يجوز بشرع تسخدم طريق الخلع. طيب ما إلا في التحريم في الأحرام ثم تستخدم الخلع كل والجازس في حال الاستقامة، مثل الأمور عادية عادية عاشنا الاثنين مد المرة ولا قالت نشوف من الطوف تنشف جهل، ما يلس الجهل استغرى وقي الحرام الحرام. خطر النبي عليه الصلاة والسلام حديث أخرجه الإمام الترمذي رقم الحديث 1187 إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أي أيوة امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس بلا سبب أكل السبب يغلط الجضاء القسم أكل يهوي يا جيلة ما بلا سبب كان كا لقي الله صلى الله عليه وسلم فحرام عليها رائحة الجنة لقد سوي لي كونسيكونس. وطبعا كل حديث يقول نفس الأحاديث النصوص يقول المؤمنين خطر مولاش الإمام الله ناقي ولا لما تشرعي مانيش ندير الدومين وايد كيف كيف غادي ندير لا جوستيس ولا ميم الدريه الدريه يطلق على ان جوجمون عند ثمطوس ارغازيس تنازل عن رؤيه الولد اترنال الناس تحوج غير الدريه اترنال معناتها لا احتاجه اطلاقا سيدي ما كاين فريق بوسي كيف راني نسني فريق كلشي يعني مكاوي شوي لا باقي صدق الايمان يخصها صدق الاخلاق يخصها. لذلك انا وليدي يخدم القانون وحس القانون وحس ما يدير والو قانون صوت القاضي في جلسة الصلح كي واش رايك تكمل من هذا سيون ديغوتي راه كيما خاصك السمانه الثانيه واحد الصلوات يفرو خلاص هذا ما كاين ولا لو كان يخدم من استخدام لا غنسان تحاوثان تفكين دوك هذا الما يعني تفل ثالوث في كذا سن الم ياب سوين زيغ سوين. لذلك هو كاين الحكم الثاني هو حكم التحريم. إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أبو داود والترمذي بن ماجه: المختلعات هن المنافقات. تلقى لك يجهلن تفارق من تلقى سنت بلا السبة بلا العذر بلا لا. لذلك يحرم على المرأة اللجوء إلى الخلع إلا لمسوغ شرعي. مسوغ شرعي. زمرة دينية كل ديفورسي كي نخلع وكذا أتنحسب مكن في الدواوي نغذي المقص بكفوس الطبيب. الور الطبيب اللي استخدم المقص لوبيراسيون صف ما الى ذلك باش يستخدم غير كل الرماد ياكل السعير يستخدم الخصم مي الله غالب إلق المقص إلق لوبيراسيون. كذلك الانسان إلق لا يلجا الى الخلع المرأة يعني كذلك الرجل لا يلجأ للطلاق إلا عند وجود المسوغ الشرعي يعني لم تجدي جميع الوسائل نفعا.